متابعي قناة شاهد فيديو أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي، وسوف تقوم بالإعلان عن الزواج عن قريب. تابعوا معنا الفيديو ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر اللايك واشتراك. عادت الإعلامية السعودية للظهور عبر شاشة التلفزيون من خلال برنامج جديد يحمل اسم مسايا لجين، والذي يعرض على قناة الاس بي سي السعودية، وينتمي إلى فئة البرامج العائلية ويناقش قضايا اجتماعية مهمة. ولكن يبدو أن عودة لجين إلى التلفزيون وعالم البرامج ليس الخبر السار الوحيد في حياتها، إذ انتشرت مؤخرا بعض الأنباء عن زواج الإعلامية السعودية من رجل أعمال إماراتي، وما عزز تلك الأخبار انتشار فيديو يجمعها بإحدى صديقاتها وهي تبارك لها على البرنامج، ومن ثم ألمحت لوجود خبر سار آخر في حياة عمران، معلنة أنه سيتم الكشف عنه لاحقا. حيث بدت عمران في الفيديو سعيدة ومؤكدة من خلال ابتساماتها وجود خبر آخر، وهو الأمر الذي جعل الأنباء المنتشرة عن زواجها من رجل أعمال إماراتي شبه أكيدة وبانتظار تأكيد رسمي منها. وللإعلامية السعودية ولدان هما جيلان وسمير من زواج سابق، إذ سبق لها أن تزوجت وهي بسن صغير جدا وتحديدا بعمر 16 سنة، وأنجبت ابنتها جيلان بعمر 17 حسب تصريح سابق لها. وأبقت عمران ابنها وابنتها بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام بناء عن طلب والدهما في البداية، وعندما أصبح بعمر الشباب تركت لهما حرية الاختيار. كانت لجين قد احتفلت قبل فترة بزواج بنتها عبر حفل زفاف ضخم حضره عدد كبير من المشاهير والنجمات، وتألقت فيه عمران بإطلالة مميزة، كما شاركت جمهورها بعض الفيديوهات المميزة من حفل الزفاف. حيث غابت الإعلامية السعودية لجين عمران فترة طويلة عن التلفزيون لتعود مؤخرا عبر قناة الاس بي سي من خلال برنامج خاص بها، وأثارت الحلقة الأولى وقت عرضها تفاعلا كبيرا جدا، وتلقت عليها عمران العديد من التهاني من زملائها في المهنة. ناقشت عمران في الحلقة الأولى قضية تفتيش الزوج لجوال زوجته، وحققت نسبة مشاهدة عالية في الحلقة الأولى من البرنامج، فيما يتوقع أن تناقش عمران وهي الشقيقة الكبرى للفنانة السعودية أسيل عمران المزيد من القضايا الأسرية والتي تثير جدلا واسعا. احتفلت لجين في شهر أكتوبر الماضي تحديدا في يوم 16 منه بعيد ميلادها ال 42، وتعتبر عمران من نجمات السوشيال ميديا ويتابعها الكثير عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة السناب شات. ومن حوالي شهر تقريبا تعرضت الإعلامية السعودية لجين عمران لانتقادات بسبب رأيها في القبض على الفتاة المنتقبة التي رقصت أثناء فعاليات موسم الرياض. وكانت لجين قد علقت على خبر القبض على الفتاة المنتقبة عبر تويتر وقالت: للأسف في ناس فاهمين الانفتاح والتطور بشكل يثير الاشمئزاز، وهذه التغريدة التي عرضتها للانتقاد من متابعيها مؤكدين أنه ليس من حقها أن تهاجم أي سيدة سعودية، خاصة أنها لم تلتزم بالزي السعودي. وأخيرا مقطع فيديو مع صديقاتها يكشف المستور، وهو زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي.